نروح لكرة اليد ومنتخب مصر لكرة اليد زي ما كنا متابعين مع حضراتكم بقالنا يعني تقريبا أسبوع وشوية. النهاردة عندنا مباراة قوية جدا يا كريم، هتلعب الدنمارك طبعا النهاردة. الدنمارك، والدنمارك زي ما حضراتكم عارفين يعني مكتسح هذه الرياضة، وهو الفائز يعني في النسخة الأخيرة اللي كانت مقامة في مصر. هتكون المباراة الساعة 9:30 ده بتوقيت القاهرة، لكن أكيد هتكون مباراة صعبة، خلينا نقولها طبعا بهذا الشكل. طبعا فيها تنافس شديد جدا، فيها رغبة من الجانب المصري ان انت تحقق حاجة يمكن ما حققتهاش في البطولة اللي كانت على ارضك 2021، وده من حقك جدا، أكيد بس نتمنى ان ده يحصل على الارض بشكل يعني ملحوظ. نتمنى يكون في حتى وان انا هروح معاك لورست كيس سيناريو، وان لم نحقق الفوز ما يبقاش في جاب كبير حتى في يعني النتائج. انا اتمنى ذلك، لان مصر لحد دلوقتي استطاعت ان هي تحقق يعني اكثر من فوز، كان كمان على نظيرها البحريني او المنتخب البحريني اللي كانت نتيجتها 26-22 تحديدا، ده كان في ثاني مباريات الدور الرئيسي ببطوله العالم عشان نضمن بعد كده التاهل لربع النهائي، واول مباريات بقى الدور الرئيسي اللي فاز على بلجيكا كمان بنتيجه 33-28، ده بخلاف كمان دور المجموعات لو هتكلم عنها اللي حقق فيه العلامة الكاملة. ده بنتكلم بالفوز على كرواتيا وكانت مجموعة صعبة، طبعا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فيعني كل التحية لمنتخبنا إن شاء الله، وكمان المدير الفني الإسباني اللي معاهم يعني جارسيا، اللي أعتقد ما فيش حد غير إن هو بيشكر فيه، صحيح بيشكر في طبعا أدائه طبعا وبيتكلم عن ذكائه إلى حد كبير حتى هذه اللحظة. لأن هنرجع نقول تاني، منتخب مصر كرة اليد فقد بعض العناصر الأساسية اللي معاه واللي هم لهم باع كبير جدا في هذه الرياضه، وقلنا الاسامي وقلنا التاريخ بتاعهم وغيره اللي كانوا متواجدين في اخر بطوله في نسختها 2021. لكن انت المنتخب ده بتلعب بشباب، بتلعب بيمكن تشكيل مختلف الى حد كبير، واعمار سنيه اقل من البطوله اللي فاتت، لكن محققين يا كريم رغم كل ده على الارض برضو حاجات او باع كبير جدا. فانا متفائله واتمنى بس المباراه تبقى يعني قويه، وليه لا ان احنا نقول ان احنا ممكن نفوز على بطل العالم في يعني كرة اليد، ربما ده يحصل. بصي، بالنسبه لان المباراه تكون قويه ما يكونش عندك ذره شك، هتكون ماتش تقطيع صحيح بالمعنى الحرفي صحيح للكلمه، لان الدنمارك الحقيقه من التقايل، الدنمارك والسويد بصفه خاصه من تقايل كره اليد على مستوى العالم. بس احنا برضو خلي بال حضراتكم، ما احنا كمان ما نقلش، ما احنا كمان من التقايل، وبمئة دليل طول الفتره اللي فاتت يعني بيؤكد ان احنا كمان منتخبنا في كره اليد اصبح برضو من المنتخبات اللي تعمل لها الف حساب. يعني صحيح تاكدوا من المنتخب الدنماركي وهو يعني بصدد لقائه النهارده مع منتخب مصر نفس القدر من التربص والتحفز والحيطة إلى آخره، لأن احنا برضو منتخبنا عمل شغل عالمي الحقيقة في كام سنة الأخر.